في تغيير الخط في تطبيق واتساب. حط لايك للفيديو ويلا أريكم الطريقة. للكتابة في تطبيق الواتساب بالخط الغليظ، نكتب هذه العلامة بعدها الكلمة التي نريد ثم العلامة مرة ثانية. وللكتابة بخط مسطر في الوسط، نبدأ بهذه العلامة ثم الكلمة ونختم بتلك العلامة. أما للكتابة بخط مائل، نبدأ بهذه العلامة بعدها الكلمة ثم العلامة مرة ثانية. في حين إذا أردنا الكتابة بخط متباعد، نبدأ بهذه العلامة 3 مرات ثم الكلمة ونختم بتلك العلامة 3 مرات. كما بإمكاننا تغيير خط الكتابة بدون وضع تلك العلامات، بل بالضغط مرتين على الكلمة ثم على 3 نقاط، ننزل لأسفل ونختار أحد الخيارات التالية ونعمل أوكي. في الأخير، إن استفدتم من الشرح لا تنسوا دعمي بلايك واشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس. سلام.